استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، الفريق أول ركن إحسان الحق الرئيس الأسبق لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية بمناسبة زيارته للمملكة، وذلك بديوان رئاسة الحرس الوطني صباح اليوم. وخلال اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني بالرئيس الأسبق لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. من جانبه عبر الفريق أول ركن إحسان الحق الرئيس الأسبق لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على حسن الضيافة وحرصه الدائم على تطوير مستويات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين.